حسم بالراسية عن طريق بازيل بولي للوام في منشن على فريق ميلان، وهدف أول، الهدف الأول الأتلتي، جول 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 جول. عملوها بالروس، ضربوهم بالروس، قاتلوهم بالروس، ويتقدمون في أواخر الشوط الأول 1-2-0 الريال. إيكر كاسياس لم يقدر، والكرة الأولى في الجول عن طريق جودين، عن طريق الأوروغواياني ابن السلستي، يضرب برشلونة ويقهر الريال. من أين لك هذا؟ من أين الرأس هذه؟ من أين يا ابن السلستي يا ابن مونتفيديو؟ 1-0 للكبير الثاني العاصمي. لا تغضب مني يا الأتلتي الثاني، لأنك 1903 أصغر في السن وأقل في الألقاب، وممكن الأقل في الجمهور، ولكن الأكثر طموح. إيش وينك؟ وينك يا خديرة؟ فينك؟ جودين أعلم الجميع، كاسياس يغلب في وقت وطايم الخروج ويدخل بها جودين. جولاتو! جولاتو دالبلنجي! ريال 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 ريال! مدريد مدريد مدريد! البلنجي يتعادل قبل الأخيرة ضاعت، والأخيرة دخلت قبل الأخيرة ضاعت، والأخيرة ضاعت، والأخيرة دخلت. 1-1 يا المرنجي، 1-1 يا الريال. ألم أحذركم يا الأتلتي؟ ألم أقول لكم شوارزنباك البارحة؟ شوارزنباك والليلة سيرخيو راموس، اكتبوا سيرخيو راموس اسم ملكي على قبيلة الملوك. راموس راموس راموس، جولاتو 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 دل كازابلانكا ريال مدريد. هدف لهدف، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. بالقوة تدخل، بالبونية تدخل، بالساق تدخل، بالراس تدخل، راموس يدخلها الشباك. الله يا راموس، منقذهم منقذهم، ملهمهم، مدون الانفجار. زيزو يقول عدنا، أنشيلوتي يقول لن أموت، وفلورنتينو ينسى دور الرئيس ويذكر ويتذكر أنه عاشق للريال مدريد.